جيب ابر جبنه ولا وش يا ورع انت وياه يا دب حماده. وين حماده من قال لك؟ نشوف انا اشوف ما عاد في يعني ازعاج. والله انا اللي ازعاج منه. يا الله يا ولد المنتج فاضي يا ولد، ما عاد في احد يا ولد. ما عاد وين العيال؟ وين سعود؟ وين ابو ظهير؟ وين نايف؟ وين اشباب؟ وين وين ثامر؟ مسعود؟ وين وين عبد الله؟ ثامر؟ وين عبد الله؟ وين مسعود؟ وين مدري نايف من؟ وين قلتها انا يا ثور؟ كذا بوي خص الطوم وتره يا ولد ما عاد في احد يا ولد. الله يقطع ابليس. تخيل ما يبقى، سلطان تخيل ما يبقى، بهاج تخيل ما يبقى لنا وانت 14 يوم. الله لا يقوله. اقسم بالله ان التابح، اقسم بالله اطلع علي من ابن امه. انا اجيب ابو سلطان هنا، اجيبه واقول استبعدني تكفى، استبعدني، اجره من عند بيته واقول استبعدني تكفى، ما عاد اقدر اتحمل. ماذا لو لم يستبعد ابو سلطان عزيز؟ ماذا لو لم يستبعد ابو سلطان مسعود بن شيفول من السعوديه؟ ماذا لو سعود الجوزة ما خرب لم مايك. يخرب مايكه؟ الله يوفق بليشك. ماذا لو عبد الله محمد ما جلس يذب وقت الارتجالي؟ ماذا لو ثامر مدى شد حيله؟ ماذا لو تخرس تشكت يعني؟ ما تقدر تتحمل، ما تقدر تتحمل 5 ثواني وانت ساكت؟ ما تقدر. انا ادري انها معاناه لانك بربور، لانك تقرقر زياده عن اللزوم. انا ادري انها معاناه، بس تكفى كافح. خلصت كافح تكفى. طيب خلصت نعم احتمال. ها البخ ولا اسمع لك حس، لازم احد يسمع حس، ما ينفع الكلام هذا. لازم احنا في موضع، احنا في مأزق. انا حاليا في مأزق لازم احله، فهمت علي؟ فما لي الا والله يبغالنا شاهي يا ولد. ما لي الا قم 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 جيب لنا يلا ولاعة يلا قم قم من غرفة حمد. قم 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 انت، ما منك لا فايدة تبيع يا ابو ده يا اخوي، ولاعة حقت